vais a acompañar a recoger el uniforme de mi primer trabajo. Bueno, ya estoy en el coche, en verdad. Estoy súper contento porque después de 4 años de que nadie me haya aceptado con el pañuelo en ningún sitio, en esta empresa, pues, que el trabajo me encanta. Es que para cualquier persona este trabajo sería... Pero a mí me encanta, o sea, a mí me hace un montón de ilusión. Así que no se diga más y vamos a por ello. Bastante simplón el outfit, pero no pasa nada. Estamos muy felices. Ya tengo el uniforme conmigo, que aquí va la camisa. إذن كما شفتوا السلام عليكم. بعدا من بعد 4 سنوات هذه الفتاة المحجبة في إسبانيا تم قبولها للعمل، والجميل في الأمر أنه تم قبولها للعمل في المطار، والأجمل من ذلك أن الشركة اللي قبلتها تخدم معها في المطار، مهم ماشي شركة إسبانية، رغم أن القانون الإسباني يسمح بعمل يعني اي شخص كان كما بغى يكون بالحجاب او بدون حجاب، ولكن كاين هناك العديد من القصص ديال المحجبات اللي تم طردهم من العمل او لم يتم قبولهن في العمل في المطار او المطارات بسبب الحجاب. اللهم اذا كان العمل في شي فورماسيا ولا في شي بلاصه اللي ما عندهاش العلاقه ب اتنسيون البوبليكو. فهاد البنت هذه تقبلت العمل في المطار وغادي تشوفوا مع من غادي تخدم في المطار. Estamos muy felices. Ya tengo el uniforme conmigo, que aquí va la camisa. En verdad no es gran cosa, pero un chalequito, los pantalones, azul marino y lo más importante que es la joya de la corona, el pañuelito. Seguro ya sabéis de qué se trata. Pues eso es todo, solamente me falta probarme el uniforme entero porque en el aeropuerto me he probado solo los pantalones. Ya está, no me he visto en un espejo, ni sé cómo me queda, ni nada. Y veremos cómo me queda, pero yo creo que bien. Y nada, eso es todo. إذن كما شفتوا هاد الشابة مسكينة هنايا في إسبانيا، ماشي مسكينة الشابة، كتدافع على راسها، عارفة راسها في المشى، ولكن بمعنى عدم يعني تكافؤ الفرص بالنسبة ليها هنايا في إسبانيا بحكم أنها عندها السبنية. ف4 سنين وهي كتقلب على راسها، ولكن لم يتم قبولها كما قالت في يعني جميع الشركات اللي طرقت الأبواب ديالهم حتى هاد اللحظة اللي قبلتها الشركة ديال الخدمات الأرضية اللي كتعمل الخدمات الأرضية لرايانير. هذه أصلا هي رايانير ولكن فيليال آخر اللي هو الخدمات الأرضية. فكما كتشوفوها فرحانة بطبيعة الحال، ماشي سهل، ولكن الخدمة في المطار صراحة حلوة، لأن بمعنى أن كتلقى مع الناس من جميع الجنسيات، وكيكون الناس متفتحين شي شوية في العقل ديالهم. والأغلبية الناس اللي كتخدم في المطار ما كتخرجش من المطار، ما كيكونش بزاف ديال الروسي باش ما نقولوش شي كلمة أخرى، ما كيكونش بزاف ديال الاحتكاك الغير صحي ولا غير ايجابي. بالعكس تقريبا بحكم ان الناس اللي خدامين في المطار كيتلاقاو كما قلت جميع الجنسيات، فكيكون تقبلهم للاخر اكثر من مجالات اخرى على حسب الراي ديالي. بالاضافه الى انه باين كيعجب الدومين فتيسرت له الامور، وهي الان غادي تخدم في المطار. فرايانير رغم كل ما نقوله كل ما نقوله عنها وفيها وكنبقاو نضربوا معها، الا انها في الاخر هي اللي كنجبروا في السفر، وهي اللي فعلا كما كتقول في الموقع ديالها يعني تكافؤ الفرص، كتعطي الفرص للناس اللي باغيين يخدموا معها. فكما كتقول هنايا في واحد اش كيتسمى في واحد المدخل عندها في الموقع ديالها ديال العمل، فكتقول نحن نتعامل مع الكل ونمنح لكل او للجميع الفرصه، نحن ملتزمون بتكافؤ فرص العمل بغض النظر عن العرق او اللون او النسب او الدين او الجنس او الاصل القومي او التوجه الجنسي او العمر او الجنسيه او الحاله الاجتماعيه او الاعاقه او الهويه الجنسيه. كتقول ريانير كتقول بان التنوع يضيف قيمة إلى شركتنا وهويتنا الثقافية، ويجعلنا فريق فخورين بالفريق الذي نعمل معه أو الذي نعمل عليه. فبطبيعة الحال ما تقوله في موقع ديالها هو اللي كتخدم عليه. وكما قلت كاين بزاف ديال القصص ديال محجبات ولا مغاربة بالسبنية اللي ما قبلوهمش يخدموا في المطار. فهنيئا لها البنت هذه، وإن شاء الله نشوفوا كيفاش غادي تمشي مع ريانير.
هذا فيما يخص الجزء الأول من الفيديو ديالنا. الجزء الثاني من الفيديو هو المنطقة ديال الانتظار اللي عملها المغرب في كاستيوخو للمهاجرين المغاربة اللي يستناو الدور ديالهم حتى يدخلوا من باب سبتة. فنخليكم مع الفيديو ديال سيدريس الوهابي، مشكور على المعلومات، غادي تشوفوا. وكنظن احسن حاجة هي هذه، لانه ما يمكنش تبقى 6 ديال الساعات غير واقف في الطريق مبلوكيين الطريق من كاستيوخو حتى الباب سبتة. لا ما لا ماكل لا ظل لا حتى شي حاجه. نشوفوا المنطقه اللي عمل المغرب ساحه الانتظار بحال اللي كاين داخل سبتة، كاين الان في الجهه ديال المغرب في الجهه ديال كاستيوخو. فنخليكم مع الفيديو وقولوا لي الراي ديالكم في القصه الاولى، الجزء الاول من الفيديو ديال البنت اللي خدمت بالسمنيه في المطار، وديال هاد القضيه ديال ساحه الانتظار اللي كاين في كاستيوخو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم يا اخوان الاعزاء في التغطيه المباشره اللي كنعملها معكم من هنا من ساحه استقبال الجاليه اللي عملوها جديده في الفنيدق، وكذلك من ميناء طنجه المتوسط. فهذا الفيديو هذا اللي غادي تشوفوا فيه الساحه اللي فتحوها اليوم الحد 18 في الشهر 8، اول يوم باش كيفتحوها الساحه هذه. كانوا فتحوها السنه اللي مضت ودابا فتحوها السنه هذه كذلك. فكما كتشوفوا الساعه الان يعني الوحده زوالا لليوم الحد. اي واحد غادي يكون باغي يدخل سبته لازم يطلع من هذه الساحه هذه. ملي كيوصل الرامبوان دي اوتيل ايبيس القديم كيطلع من تما على الشمال مباشره من هذه الساحه هذه. اي واحد كان عنده ماتريكول المغرب ولا ماتريكول الخارج ولا السبته لابد خصو يطلع من هذه الساحه هذه. هنا كتبقى تقريبا واحد 4 ساعات، ومن بعد كتنزل الى ساحه خاتم الجوازات، تما كتجوز بواحد 2 سوايع اخرين، يعني 6 ساعات باش تدخل الى مدينه سبته بالنسبه لليوم الحد. وكما كتشوفوا اخواني الاعزاء الساحه مجهزه مزيان. هادو هما القياطن اللي عملوهم تما، الناس راهم جالسين تما بزاف، الناس جالسين تما كيستظلوا، وكاين كذلك المراحيض، وكاين حتى الكاميون ديال مؤسسه محمد الخامس اللي فيها الطبيب وفيها اللي كتعتني بهاد الناس ديال الجاليه وكذا. فصراحه اللهم يبقوا في الساحه هذه هنا احسن بكثير من انهم يبقوا في الطريق الدائريه كيبلوكيو الطريق تما وكيوقع بزاف ديال المشاكل. اذا ها هما جالسين هنايا ان شاء الله كيستناو الدور ديالهم باش ينزلوا الى ساحه ختم الجوازات. ايرمانوس ايرماناس كيستاموس الى اسبلانادا ماروكي او البولسامينتو ماروكي دي كاستيجوخوس اكي لا سونا اندستريال دي كاستيجوخوس بارا انترار اسيوتا او ال دومينغو ال ديا 18 دي اغوستو ميديو ديا. Para entrar tienes que quedar aquí por lo menos 4 horas en esta esplanada y después 2 horas abajo donde sella pasaporte en la zona marroquí. Y aquí tienen la sombra, tienen aquí servicios, tienen aquí también médico, toda la cosa, aquí no hay problema. إذا إخواني الأعزاء ديما كنعمل معكم التغطية هذه عاود كذلك مباشرة من ساحة ميناء طنجة المتوسط بالنسبة ليوم الأحد كذلك منتصف اليوم. كما كتشوفوها كاين هذه مجموعة السيارات اللي كاينة هنايا، وكاينة مجموعة أخرى بحالها كاينة في الجهة ديال السكانير، وهذه خاوية كما كتشوفوها. يعني في ميناء طنجة المتوسط عندك كذلك واحد 2 ساعات أو 3 ساعات باش تقدر تخرج من ميناء طنجة المتوسط، وهذا فيديو مباشر. إما نسمعنا ساكيستا موستامبيين إستي فيديو إس دي لا ديل بويرتو تانخير ميد تامبيين أكي 3 أوراس بارا سالير دي إستي بويرتو أ إسبانيا. إذا يا خويا الأعزاء التغطية كنعملها معكم مباشرة كما كتشوفوا باش الانسان يعرف راسو، يعرف الحاله ديال معبر باب سبته، ويعرف الحجم ديال الزحام في ساحه استقبال الجاليه اللي عملوا في الفنيدق، وتعرفوا كذلك الحجم ديال الزحام اللي كاين في ميناء طنجه المتوسط. هذا هو ميناء طنجه المتوسط كما كتشوفوا. وكما قلت لكم كاين مجموعه ديال السيارات كثيره موجوده هنا، ومجموعه اخرى موجوده في المقطع ديال السكانير. يعني بين كل شيء عندك تما واحد 3 ولا 4 ساعات ضروري باش تخرج من طنجة باتجاه الجزيرة الخضراء. وحتى في مليلية ديما كنتصل مع الإخوان ديالنا، راه كاين تما زحام كثير بزاف يمتد لكيلومترات متعددة لا في الدخول ولا في الخروج، ونفس المشكل اللي عندهم في مليلية هو اللي عندنا نحن كذلك في معبر سبتة. وهذا هو التغطية ديال اليوم بالنسبة ليوم الأحد 18 في شهر 8 منتصف اليوم. إخواني الأعزاء أشكركم جزيل الشكر على التتبع ديالكم، الاهتمام ديالكم، والثقة ديالكم فينا، ونطلب الله دائما نكونوا عند حصيضانكم ورانا إشارتكم في كل ما يتعلق بهذه الأمور المعبر سبتة ومليلية. إلى اللقاء.